ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله المتكبر، هو الكبير المتكبر. هذا الاسم الذي ورد في آخر سورة الحشر عندما قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والسنة النبوية المطهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، قال: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف بها المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. كلمة الكبير ورد في القرآن الكريم في 6 مواضع، لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وهو العلي الكبير، وفي سورة النساء: إن الله كان عليا كبيرا. الكبير هو العظيم، عظيم في كل شيء، في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. لذلك يقول المصلي: الله أكبر. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الكبرياء والعظمة، وله الكبرياء في السماوات والأرض، والكبير الذي يصغر دونه كل شيء في هذه الحياة، والمتكبر عن السوء والنقص والعيب، المتعالي عن صفات المخلوقين. سبحان الله، التاء في اسم المتكبر ليست التاء الدالة على تعاطي الشيء لمن لا يستحق كما هو شأن المخلوقين، لكنها تاء التفرد والتخصيص، هي من الكبرياء إلى الله سبحانه وتعالى، هي من عظمة الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار أو عذبته في النار. إذن سبحانه وتعالى يربي عباده على التواضع، على الانكسار، على خفض الجناح، ينهاهم عن الطغيان، عن التسلط، عن العدوان في هذه الحياة. ذلك هو مقام الألوهية، مقام الكبرياء والعظمة والجبروت. أما مقام البشرية، مقام الذل والتواضع والانكسار. أقوى ما يكون العبد يا كرام عندما يركن إلى ذلك القوي، إلى الله جل وعلا، عندما يلتمس النصر من الله سبحانه وتعالى. أكبر ما يكون حين يتواضع إلى الله سبحانه وتعالى، حينما يذل لجنابه، وهذا الأمر يعني يجعل في داخل الإنسان أن تخر قواه جميعا لله سبحانه وتعالى. ومن عدا على ذلك كفرعون، الرومان، قال موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. إذن هذه دعوة صريحة قوية للتواضع، معرفة النفس، احترام الآخرين، أنك تحترم الآخرين وتتواضع لهم وإن كانوا أقل منك مالا وعلما وشهرة. التواضع، خفض الجناح، نقيض الكبر. ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخصف نعله ويباشر عمله ويحلب شاته ويحمل متاعه ويتعامل مع سائر الناس بالصفاء. هذه مدرسة التواضع التي تربى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجلها ماشى وسار الأنبياء جميعا في هذه الحياة.